الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى المصري هو من الثقات الأثبات. العجيب أن ابن معين قال: لا أعرفه. وهذا يعني كلام من العجب بمكان. أبو حاتم طبعا قال ثقة ثبت ورفع من شأني كما قال ابنه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المحدث المالكي، أيضا شامة من شمات من علية القوم في مصر، روى له الجماعة. قال: أخبرني الليث. ليس مفخرة المصريين، وهذا الجواد الكريم الفقيه المحدث، روى له الجماعة. قال: عن زهرة بن معبد ابن معبد. ابن عبد الله ابن هشام بن زهرة، أيضا المصري، ده مرصع بالمصريين الحديث الإسناد. ابن معين قال: ليس بي بأس، وقد قال في رواية أنه ثقة. ابن معين وثقه أيضا، وابو حاتم الرازي أيضا وثقه، وأحمد بن حنبل قال: شيخ ثقة، والنسائي قال: ثقة، والحاكم قال: ثقة، فهو من الثقات. قال: عن أبيه. ومعبد بن عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي التيمي، وهو نزيل مصر أيضا، يعني قال ذكر ابن حبان في الثقات، وقد وثقه بعض العلماء، وبعضهم قال مجهول، لكن هو لا ينزل عن درجة الحسنى، هو تابعي كبير. أنه تابعي كبير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجر عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. نعم، هذه الرباط في سبيل الله جل في علاه. الحديث الآخر صراحة حديث موضوع، وهذا حديث موضوع فيه عمر بن صبح وعلة الحديث، وأيضا عبد الرحمن بن عمر هو ثقة من الثقات، لكن عمر بن صبح هو المعول عليه في الحديث، ومنكر حديث جدا، قالوا منكر حديث جدا، ومن تحته ومحمد بن يعلى السلمي أيضا متروك الحديث. فالحق بأن الحديث تعصب الجناب الثلاثة، هو المتن طبعا فيه كثير من الأخطاء والأغلاط، يعني فيها شيء من الشذوذ. اقرأوا فقط حتى يعلم. قال: عن مكحول قال: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال: من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة، وتكتب له الحسنات، ويجرى له أجر الرباط. يعني رائحة القصاصين فيها يعني فائحة وظاهرة. عامة الحديث الثاني ختاما للباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطين في سبيل الله. وقلنا أن من أفضل العبادات وأطيب الطيبات وأصلح الصالحات هو سد الثغور والغزو في سبيل الله جل في علاه نصرة للإسلام ولأهل الإسلام. الحق بأن هنا جزاء وفاقا، لما رابط ووقف يعني مناصرا لأهل الإسلام حافظا لهم، وقد سد خلتهم ووقف حصنا حصينا لهم عن العدو، فإن الله تعالى كافأه بهذه المكافآت العظيمة. فالرباط في سبيل الله وأن يسد ثغور المسلمين، فهو كأنه ترك العمل وترك المال وترك الأهل وترك حتى ما كان يعمل من الصالحات من صيام وصدقة وصلاة وإصلاح ذات البين أو من علم، ووقف مناضلا مرابطا يحفظ حدود المسلمين وثغور المسلمين ويحفظ عورات المسلمين. لذلك فإن الله جل في علاه قد حفظه، وأن الله جل في علاه حفظ عليه عمله، وأن الله جل في علاه إذا مات أمنه من فتنة القبر وأمنه من فتنة يوم القيامة من الفزع. أما التأمين لأنه أمن حدود المسلمين، فكان جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا، بأن الله جل في علاه أمن له الرزق فأعطاه رزقه وقد كافأه على ذلك الله جل في علاه رزقا من رزق الأبدان ورزقا من رزق القلوب. قال: أجر عليه أجر عمله الصالح، لو كان صائما يكتب صائما، لو كان قائما يكتب قائما، لو كان متصدقا يكتب متصدقا، وإن كان عالما يكتب طالبا للعلم عالما معلما في هذا الباب، أجر الله عمله بأسره إلى الممات إلى يوم الدين، فلا يتوقف العمل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله
إلا من ثلاث. وأيضا هنا قال وأجرى عليه رزقه، أن الله تعالى كفاه رزقا مؤونة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كفى أهل الخير من أهل الإسلام الذين قد أوقفوا أنفسهم لله جل في علاه. عملا بالحديث جاء موقوفا ومرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وكذلك كان النبي وهو يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فكفاه الله جل في علاه لما كفى المسلمين عند سد الثغور. وأيضا قد رفعه الله جل في علاه، ومن قطع عمله بحال بل وقف العمل، ومن قطع عمله بحال بل كان العمل قد أجراه الله عليه إلى يوم القيامة جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباق. وقلت دائما إذا قلت بهذا الغزو بهذا الرباط، فالرباط الآخر أعظم وأعظم وأعظم عند الله جل في علاه. من رابط من أجل عقائد المسلمين حتى لا تخترب، حتى لا يدخل فيها العقائد الكفرية أو العقائد البدعية، وقد رابط وأوقف نفسه للدفاع عن العقيدة الإسلامية، فهو أعظم رباطا من رباط الذي سد الثغور. ومن وقف مرابطا من أجل السنة يقمع البدعة ويحارب البدعة، فهو قد رابط رباطا أعظم من الرباط الذي كان على الثغور. وقلنا بأن هذا هو في سبيل الله، ومن أخلص في ذلك أخلص الله له أو قابل إخلاصه، ومن صدق الله جل في علاه صدقه الله جل في علاه. هذا أعظم ما يكون عملا لدين الله جل في علاه، وفي الحث على نصرة هذا الدين ونصرة الإسلام. فيا له من دين لو أن له رجال، اللهم اجعلنا من رجال هذا الدين، وجعلنا من الرأس الذي تغرسه من أجل نصرة هذه الشريعة ورفع كلمة السنة وقمع البدعة ورجال البدعة. قال النبي الأمين لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثة. الفوائد المستنبطة: فضل الرباط في سبيل الله، إثبات سؤال القبر، وقد أمن كما قلنا من الفتان من سؤال القبر مع أنه ثابت. قلنا أمس لأن السلام قال كفى ببوارق السيوف فتنة، لأن السؤال لإظهار الصدق، وقد أظهر صدقه بأنه دافع ونافع على المسلمين وصغور المسلمين وحفظ عورات المسلمين ومال المسلمين وأعراض المسلمين، لذلك حفظه الله جل وعلا. فأمن عندما نزل القبر لا, لا, لا يسأل فيفتن، وأيضا عندما البعث لا يفزع، وهذا من فضل الله على من سد ثغر الإسلام ومن نصر الإسلام ومن عمل لنصرة الدين. الجزاء من جنس العمل، وهذه يمكن أن تنتزع من ثلاث مواضع. آخر موضع بقوله وبعث يوم القيامة آمنا من الفزع، لأنه أمن المسلمين من الفزع من الكافرين، لأنه واقف يحرس المسلمين فأمنهم من الفزع من الكافرين، أمنه الله جل في علاه من الفزع يوم الدين، أمنه الله جل في علاه من الفزع يوم الدين الحمد لله. وأما الحديث الأخير حديث موضوع، وقد الفرائد التي نتكلم عنها أو المسائل التي نتكلم عنها قد استوعبت يعني استوعب الكلام فيها الأحاديث الماضية. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. لو في أسئلة تفضلوا، وننتقل على العلل. في أسئلة تفضلوا سريعا، وننتقل على العلل وليتنا ننتهي منها قبل أن يقيم الصلاة. وإلا يقول قلتم شيخنا أن تأخير الصلاة لأجل مجلس العلم لا شيء فيه، لكن من ناقشني فيه ماذا أقول له تقرما ونفع الله بكم؟ ويقول أيضا من الصحابي الذي ذكرتموه قائلا نحن قوم لا يوقظنا إلا حر الشمس؟ أولا من ناقشك بذلك إن كان على صلاة العشاء في هذا الباب، وأن الصلاة لها وقتان، وقت كمال الأجر وقت أيضا فيه الإجزاء، فنقول أما صلاة العشاء فتأخرها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن خروجه لهم حتى نام القوم تخفق رؤوسهم، فلما صلى قال أبشروا وأملوا خيرا، ما أحد يجلس ينتظر الصلاة غيركم. ثم قال لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم في هذا الوقت. فهذا أعظم وقت للعشاء، فتأخيرها هو السنة لا سيما إن كانوا في مجلس علم. أما لو قلنا في صلوات أخرى مثلا الظهر أو العصر، فالظهر والعصر له وقتان، وقت أول الوقت وأيضا قوال الآخر الوقت، ومعه وقت بين الوقتين، ومعه وقت بين الوقتين. لما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين الوقتين. إذا نحن الآن تزاحمت المصالح، مصلحة مجلس العلم ومصلحة تفويت الكمال من الصلاة أول الوقت. مجلس العلم لا يدانيه شيء، يبقى هنا التنازع في إيش؟ في مستحبين، التنازع في مستحبين. مجلس العلم في المستحبات لا يدانيه مستحب،
لا يدانيه شيء ولا يسميه شيء. لذلك أنت الآن عند التزاحم ولا تستطيع الترجيح، فمجلس العلم يقدم لأنه الأكمل أجرا، ثم أنت الصلاة ستصليها في وقتها. هذا البيان في هذا الباب. أما العشاء فلا كلام، لأن السلام نص على أن أفضل وقت العشاء هو التأخير. لا تتم مع العوام، هذه تتم مع طلبة العلم. هذا المناقشات لا تتم مع العوام، العوام مش هيفهموا هذا الكلام بعلم الأحوال، يقول شفت السنين شفت لا تسبوا الصلاة، فأنت لا تكون فتنة للعوام. نعم. أقول شيء لا يمكن قبضه كخزانة يتم تركيبها في البيت أو جهاز تكييف، هل لي أن أدفع له المبلغ كاملا وقت الشراء؟ يعني مع ذلك التكييف موجود، موجود عنده هو، بس فقط على التركيب، لا يدفع ولا يدفع كلية أو يؤخر ما فيها شيء، لأن هذه إجارة التركيب مع الشراء. نعم. يعني الأرض أن يدفع الثمن ثم يؤخر الأجرة ما فيها شيء، لكن يدفع الثمن كلية ما فيها شيء. تقول توضيح للسؤال السابق اللي هو خاص بتفسير مجاهد للمقام المحمود. نعم. بأنه إجلاس الله لنبي، موضوع هذا موضوع لم يصح، وتمسك به ابن تيمية وأخطأ في تمسكه به. مش عارف السؤال معكوس ولا انا مش فاهم. بيقول حكم الروائح، الروائح التي بها كحل. كحول انت هتحطها في عينك ما ترحمنا، انت مشتاق للنظر الكحل في العيون، هو اكيد كحول. يعني المساله على نجاسه الخمر، وانا دين الله المساله يعني المساله ناشئه من الكلام على نجاسه الخمر او طهاره الخمر، وانا دين الله بطهاره الخمر يجوز استعمالها. صفان بن المعطل، صفان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه. لا هذه على طول تسارع في الإجابة لها. تقول شيخنا أخت أعطتها أمها ذهب وقالت لها أقسمي بينك وبين أختك، والأم ما زالت على قيد الحياة، فالأخت التي معها الذهب باعت من الذهب لتكملة مبلغ الحج، وطلبت الأخت الأخرى حقها فقالت لها سيسرق عندك ولم تعطيها شيء، كيف الحل؟ الحل وجوبا لابد ان تعطيها، ان تعطيها حقها، لابد ان تعطيها حقها، غفر الله لها. وكيف يعني تبيع من اجل الحج وتبخس حقوق الناس؟ هذا ما يجوز. كيف انت كيف سيصح لك الحج هنا بهذا المال الذي يمكن ان يكون فيه الغصب؟ وان الله طيب لا يقبل الا طيبا. خلاص، جزاك الله خير. الكتاب العلل، يا رب يتأخر ولا ما تأخروش، نخش في الركعة الثانية إن شاء الله. قال إمامنا إمام علي بن المديني قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال رواه صالح عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة، ورواه عقيل فخالفه صالح في إسناده، فرواه عن عبيد الله ابن عبد الله يعني ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وراه ابن عيينة عن أبي هريرة مرسلا، وراه معمر عن الزهري عن عبيد الله مرسلا، وراه سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، وراه عمران القطان فخالفهم جميعا، فراه عن معمر عن الزهري عن أنس عن أبي بكر حديث عبيد الله. يعني معنى ذلك أن هذا الحديث فيه اختلاف على ستة أوجه على الإمام الزهري. يعني هذا الحديث مداره على الزهري، الزهري مداره على الزهري، واختلفوا عليه واختلفوا على الزهري في ستة أوجه. فالوجه الأول الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهذا هذه الجدة لأن السلسلة معروفة. الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب، يعني جعل هنا اختلاف في أصل السند، أصل السند من؟ هو عمر بن الخطاب. الزهري عن أبي هريرة مرسلا، وطبعا الزهري عن أبي هريرة بينهما فاوز. الزهري عن عبيد الله بن عتبة مرسلا، يعني لا ذكر أبي هريرة أبا هريرة ولا ذكر عمر بن الخطاب. الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، الزهري عن أنس عن أبي بكر. فالوجه الأول هو الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهذا الذي رواه يونس بن يزيد وأخرجه مسلم وغيره، وأيضا رواه شعيب بن أبي حمزة. أخرجه البخاري وأخرجه النسائي أيضا،
ورواه معمر بن راشد. عندنا هنا الآن عن الزهري هناك يونس، يونس في ستة رواه عنه، عن وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد أخرجه مساعد في الطبقات، وعبد الرحمن خالد بن مسافر أخرجه ابن أبي حاتم وفي العلة، والدرقني أيضا في العلة. هذا الرابع أربعة، وأيضا يحيى بن سعيد وهذا أخرجه ابن مندة، وأخرجه أيضا الجرير الطبري في التفسير، وأخرجه وأيضا رواه عن الزهري الوليد بن محمد، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وأيضا السابع رواه زكريا ابن عيسى أخرجه الطبراني، ورواه صالح بن الأخضر ثمانية، ثمانية الآن يرونها عن الزهري في الحديث الوجه الأول عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، أخرجه الدرقطني في العلل. نعم، وهذا هو الوجه الأول، ثمانية يرونه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. أما الوجه الثاني وهو رواية الزهري عن عبيد الله بن عتبة ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وهذه جادة أيضا، وهذه جادة أيضا، عن عمر، جعل أصل السند عمر، هذا رواه عقيل بن خالد والمستقات، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي أهل السنن، ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة. يعني الوجه الثاني الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن عمر، وهذا رواه البخاري أيضا وأحمد المسند، وأخرجه أيضا النسائي. الثالث محمد بن الوليد الزبيدي أخرجه النسائي وابن مادة، والرابع رواه ابن عبد الرحمن بن خالد بن المسافر، أيضا رواه عن الزهري عن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب، ورواه أيضا معمر بن راشد، وهذا أخرجه البزار، وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده، وأيضا رواه إبراهيم بن مرة، وأخرجه الطبراني في مسند شمين وفي الأوسط، ورواه أيضا محمد بن أبي حفصة في مسند أحمد رواه، والنعمان بن بشير بن راشد أخرجه البزار، وأيضا أخرجه الطبراني الدارقطني في العلل. الثمانية يرونه عن الزهري عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما الوجه الرابع هو الزهري عن عبيد الله لكن مرسلا، لم يذكر لا أبا هريرة ولم يذكر عمر، هذا رواه معمر بن راشد وهو من من أثبت الناس في الزهري، هو سفيان بن أبي حسين، سفيان بن حسين أخرج بن أبي شيبة. هذا الوجه الرابع الذي فيه عبيد الله مرسلا. الوجه الخامس وهو عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة دون عمر، رواه سفيان بن حسين في المسند وأخرجه أيضا النسائي، ومحمد بن أبي حفصة أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند. والوجه السادس هو قلنا ستة أوجه، والوجه السادس هو رواية الزهري عن أنس عن أبي بكر، هو خالف الآن رواية أبي هريرة في ستة عن أبي هريرة أو خمسة عن أبي هريرة، رواه عمران بن داود ابن داور القطان أخرجه النسائي وابن خزيمة، وأخرجه أيضا في العلة الدرقطني، وأخرجه الحاكم والبزار. إذن عندنا في النظر إلى هذه الأوجه ستة أوجه اختلفوا فيها على الإمام الزهري، وأول هذا الاختلاف هو رواية الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة، قلنا هذه الجادة رواه يونس بن يزيد ورواه شعيب، وطبعا يونس بن يزيد من الثقات الأثبات، وشعيب بن أبي حمزة وهو ثقة، ومعمر بن راشد أيضا من الثقات، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وأيضا هو من الثقات، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة، والوليد بن محمد فيه ضعف بل قال بعض العلماء أنه متروك. السابع زكريا بن عيسى وهو أيضا فيه شيء من الكلام منكر الحديث. أما الوجه الثاني وهو عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة وهو أيضا على الجادة، رواه عقيل بن خالد وهو ثقة، وشعيب كما سبق ثقة، ومحمد بن الوليد بن الزبيدي وعبد الرحمن بن خالد وهؤلاء ثقات، وأيضا معمر بن راشد وابراهيم بن مرة ومحمد بن أبي حفصة والنعمان بن راشد وكلهم ثقات. أنت ترى كل هذه الثقات يرون عن الزهري، الاختلاف عظيم على الزهري. الوجه الثالث سفيان بن عيينة وهو من أثبت الناس في الزهري وهو ثقة ثبت عندما رواه عن أبي هريرة مرسلا. والوجه الرابع أنه رواه عن عبد الله مرسلا، رواه معمر بن راشد وسفيان بن حسين وهو ثقة أيضا،
أما الوجه الخامس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رواه سفيان بن حسين وهو ثقة أيضا، ولكنه يضعف في الزهري. ومحمد بن أبي حفصة وهو له أوهام ومناكير. الوجه السادس وهو عدل به عن أصل السند، لأنه هنا عن أنس عن أبي بكر، لكن الأول عن عمر، عن أبي هريرة عن عمر. وهذا رواه عمران ابن داور القطان، وهو له مناكير وأوهام أيضا، ففيه ضعف. والحق بأن الوجوه هذه الستة المختلف فيها على الزهري أقواها وأرفعها وأتقنها الوجه الأول والوجه الثاني، وهذا جمع غفير رواه الحديث عن الإمام الزهري. أما بقية الأوجه ففيها بعض الضعفاء والذين لهم مناكير. ولذلك ذهب أبو حاتم وأبو رازي وأبو زرعة الرازي كما في كتاب العلم من أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم الكلابي عن عمران القطان عن معمر الزهري عن أنس عن أبي بكر، فقال: هذا خطأ، إنما هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. هنا وافق الجادة، ولأن الثقات الأثبات هم الذين رأوا ذلك، والنسائي أيضا قال بذلك، وقال عمران بن قطان اللي هو في رواية أنس ضعيف ليس بالقوي، وأيضا الدارقطني في العلل قال بذلك، واختلف أيضا عن سفيان بن حسين، فأسناد عن محمد يزيد الواسطي عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، وأرسله يزيد نهرون فأسقط منه أبا هريرة، وروى معمر راشد واختلف عنه، فأسناده رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة بمتابعة الثلاثة الذين تقدم الكلام عليهم. فالصحيح الراجح في هذا الباب، خلاصة هذا الباب، يظهر جدا عندنا بعد عرض ستة أوجه المختلف فيها على الزهري أن أعظم الوجوه هو الوجه الأول والوجه الثاني، وهذه الأسد الجدة الأولى، إما عن الزهري عن المسابع عن أبي هريرة جدة وهذا الصحيح، أو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. والحديث صحيح من الوجهين، وقد خرجه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم، خرجوا الوجه الأول والوجه الثاني، وهو رواية ابن المسيب الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، والرواية الثانية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة، وهذا الراجح الصحيح. وبهذا بفضل الله نكون قد ختمنا الدروس اليوم. يعني لو كان في أسئلة ما عندناش وقت الصلاة أقيمت سامحونا. سبحانك اللهم ربنا، نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن صنيعكم، ونسأل الله في عليائه أن يستعملنا وإياكم ويجعل مساعينا في مرضيه. والله إني أحبكم في الله، وأشكر لكم ما أرى منكم من نخب طيبة فاضلة تعمل لدين الله جل وعلا. أرجو منكم الدعاء، نسأل الله أن يسدد خطاكم وأن يشكر لنا ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكر الله لكم.